عشان مانيش باش نبدا نصور اليوم مانيش مصور لما يجيب لنا حاجه نشربوها كان شي واحد ريقو نشف ريقي نشف انا مازلت ما بديتش نصور وريقي شاع هات حاجه نشربها يا اخي شنو هذا يا حليب باش نعاودوا نحكيوا على حليب مره اخرى يا اخي الخدمه معاكم هذه نوليدج عطاير كامين اب أمين مراد معاكم وانتم تتفرجوا في حلقة جديدة من نوليدج عطاير. السيرية دي بيتو تستنسوا بها. في السيرية دي نحكيوا على مواضيع تكون هكا غريبة شوية نحاولوا نفكوها نحاولوا نبسطوها لأي واحد يتفرج فيديو هذه تكون بطريقة بسيطة على الاخر أي إنسان نجم يفهمها. كان أول مرة تتفرج فينا ما تنساش باش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس خاطر هذا يفرحني أكثر ويخلينا نزيدوا نحسنوا في الكونتينيو ونعملوا أكثر فيديوهات. دونك ما تنساش باش تعفسوا على سبسكرايب وتفعلوا الجرس خاطر هذا مهم برشا للكوميونتي نتاعنا. نشوف في برشا ابطال يتسائلوا قديش يلزمنا نشربوا ماء في النهار وشوف في برشا عمليات حسابيه وبرشا ارقام تزيد تعقد الامور اكثر من اللي تسهلها. الاسئله هذه هزتني باش نخمم في حاجات اخرى. هل فعلا الماء اكثر حاجه تنجم تروي جسم الانسان؟ يمكن السؤال تشوفه غريب شويه لكن خلينا نحكيه في الموضوع هذا ونشوفه الدراسات والابحاث شعطات وش قالت لنا. هل فعلا الحكايه هذه والتساؤل متاعي نجم يكون في محله او لا؟ باهي كان نحبوا نعرفوا احنا الحكاية ذي ويكون التحليل متاعنا موضوعي فما زوز حاجات أساسية باش نعرفوا قديش المشروب هذايا ينجم يروينا. واحد هو الكمية اللي نشربوها. اثنين العناصر الغذائية اللي يتكون منها المشروب هذايا. لحظة هاني جي استنيوا لي أبطال. نجم نكملوا تويكا. كما تعرفوا شرب الماء يخليك ماشي جاي على المرحاض ويظهر لي هذه مش حاجه جديده والناس الكل تعرفوها لانه ببساطه الماء الجسم بتاعك يمتصه بسرعه رهيبه جدا على غير مشروبات اخرى اللي نجم يكون فيها عناصر غذائيه تبطئ الامتصاص هذايا واساسا الصوديوم والبوتاسيوم كما نجم يكون في المشروبات هذيا عناصر غذائيه اخرى كما البروتين كربوهيدرات بطيئه الامتصاص والدهون وهذا اللي باش يخليك تشرب كميات اقل لكن تقعد رويان راوي رويان راوي لاكثر وقت ممكن وهذا لنا باش يعطينا المشروب المثالي في حالات العطش الكبير واللي الحقيقه الاسباب نتاعها متعدده. الاسباب هذه تنجم تكون فما ناس ينساو يشرب الماء الحقيقه ما نعرفش كيفاش اما فما عباد ينساو يشرب الماء كما تنجم تكون في حالات نتاع جريان الجوف الجسم نتاعك نجم يفقد كميه كبيره من الماء دونك ردوا بالكم حاولوا توفروا السوائل الكافيه في المرحله هذه كما نجم يكون البقاء في الشمس وخاصة في الصيف تقعد مدة طويلة في الشمس هذا باش يخلي الجسم نتاعك يفقد كمية كبيرة من السوائل هذه. غير حسيلو قاموا قعدوا العلماء وقال لك يجيو نشوفوا. يا أخي شكون قال الماء هو أكثر حاجة تروي جسم الإنسان؟ وقالوا أي برا نعملوا تجربة. خذوا فيها عينات وحبوا يقارنوا ما بين الماء والحليب وبرشا مشروبات أخرى كيما الجازوز الكوكا والفانتا وعصير البرتقال وغيره. اختاروا عينة في صحة جيدة وقاسوا لهم معدل خروج البولة بعد 4 سوايع من استهلاك المشروبات هذه ويتصدر القائمة شكون راح طلع شكون الحليب كامل الدسم وهذا مش غريب لأنه كما فسرت لكم في أول فيديو هذا راجع لاحتوائه العديد من العناصر الغذائية اللي باش تبطئ امتصاص السوائل هذه وعلى رأسهم الصوديوم والبوتاسيوم وخاصة الدهون والبروتين اللي يتكون منه الحليب هذا نرجعوا لصلب الموضوع يعني مش الماء وحده هو اللي باش يوفر لك السوائل هذه اللي يستحقها الجسم نتاعك يعني تنجم توفر للجسم نتاعك السوائل هذه عن طريق مشروبات اخرى وفي التجربه هذه كما شفنا الحليب ينجم يخليك رويان اكثر وقت واكثر من الماء ما نعرفش كنت تستغربوا من الحكايه هذه او لا لكن هذه حقيقه علميه مثبته لحظه هذه ما يلزمنيش ننساها يا ابطال ما تقولونيش حاجات ما قلتهاش هبكم اذكياء نلعبوش بالسمعه راهو بعد تقول بطل قال راهو الحليب يروي اكثر من الماء وشوف جماعه في الصاله زاد ما للصاله بباكو حليب نو جاد بليز نو نو مش تقولي تهز معاك باكو حليب قال شنو راهو الحليب يروي اكثر من الماء خمم فيها هذه قبل ما تعملها يعني ابطال شرب الماء حاجه اساسيه ويلزمنا نقعدوا نشربوا الماء بكميات متفاوته كميات متوازنه وهذا اللي باش يوفر الجسم نتاعك عديد الوظائف الحيويه وخاصه منها الوظائف الدماغيه وباش يساعد في تحسين النشاط البدني وخاصه بالنسبه للجماعه وللابطال اللي ترناو كيف وكيفكم مهم برشا للمفاصل وحمايه المفاصل نتاعنا اخيرا يا ابطال كان عندك اي استفسار وتحب تعرف حاجات على الحليب الفيديو هذا عملتها
فيها التفاصيل بتاع التفاصيل بتاع المواد اللبنية وشو تأثيرها على الجسم بتاعنا. ولكن الحقيقة التساؤل هنا وما نعرف شنو رأيكم، هل الحليب اللي موجود تويكا في السوق اللي موجود في باكويت يحتوي فعلا على العناصر الغذائية هذية أو لا؟ خليه التساؤل مفتوح. يلا نشوفكم مرة جاية، عملوا طالع الفيديو دي حكيت عليها بالتفاصيل الحاجات اللي تتعلق بالحليب والمواد اللبنيه دي وشنو التاثيرات بتاعها، وعاود فيديو من جديد وش تصير نشرب جوغ مخله من الحليب ولا ما عينيش باش نشرب الحليب.